خلينا ننتقل من الكوميديا بتاعت زمن الفن الجميل الى الكوميديا الحالية، وعايز اخليك تمسي على فنانة انا مش عارف حضرتك اكيد هتعرفها ان شاء الله يعني عشان ما تزعلش مننا. نعم. فنانة كوميدية. نعم. في الجيل الحديث ابتدت مشوارها من اول مجيحة حاتم. نعم. تسمع الافيه ده زمان مجيحة حاتم. تمام. وخليها تقوله دلوقتي عشان حضرتك تفتكرها، وهي الفنانة الجميلة الكوميديانة بدرية طلبة. طبعا. اللي منورانا على الهوا دلوقتي في التليفون، واللي هتنورنا بكرة كمان من خلال برنامج بيت راية وسكينة اللي هيبدأ اذاعته على شاشة النهار. يا استاذة بدرية. ازاي حضرتك يا استاذي؟ ازاي حضرتك انت؟ الحمد لله الحمد لله. عاملة ايه يا استاذة؟ طبعا بمسي على استاذي العظيم اللي سمعت منه احلى كلام عليا، كلام فرحني واداني قوة جامدة جدا. ده مدحك قبل كده؟ طبعا الاستاذ مفيد فوزي. نعم. ايه ده، دي مفاجأة دي. نعم. نعم. وقدرت كمان حنان انها تجمعني ببدرية في البيت. كويس. في الفيديو اللي بنعمله مفيد وحنان. وكانت بدرية ضيفة وسألناها وعملنا. ايه ده انتوا بتعملوا شغل من ورايا يا استاذ مفيد؟ ايه كده يا بدرية برضو؟ ده حبيبي. ده حبيبنا كلنا وابونا الروحي طبعا في الاعلام. طبعا. بدرية طلقة من الكوميديا، واقدر اقول انها مفخخة الضحك. طب ينفع يعني شيء مفخخ؟ إيه؟ انا شايف انك تقفلي يا بدرية، خلاص كده المكالمة خلصت. الطعامة والجمال ده. شوف قد ايه. عايز اقول لك يعني قلما يقول هذا الكلام بحب وثناء كده على حد، وده معناه ان هو فعلا. نعم. بيقدرك ومعجب بموهبتك يا بدرية. نعم. الحمد لله. اصل بصتها فيها كوميديا. صحيح. إيه 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 شفايفها لما تبدي امتعاضا فيها كوميديا. وبعدين ليها طراز مختلف عن ماري منيب وعن كل الذين. خلاص والله هتهاجر دلوقتي. اسمع مني يا مش انا خطير قسما بالله خطير. لا انا فرحان بيها، كلنا فرحان. انا فرحان بيها وبعتبر حضرتك ان رايا وسكينه هيبقوا شيء خطير ان شاء الله، يعوضنا عن نفسنا. صح. اللي هي انا كنت احد المتابعين الحقيقيين بالتحديد للجميلة انتصار والرائعة بدرية. في كلام تاني يتقال يا استاذة بدرية؟ والله انا خلاص مش عارفة اتكلم اقول ايه. ده انا خدت اعظم شهادة في التاريخ النهاردة. انت هتبقي اضافة كبيرة جدا، وكلنا متشوقين ومترقبين للدويتو اللي انت هتعمليه مع عدوتك اللدودة الحبيبة الصديقة انتصار. انا عارف. ربنا يستر. انا متخيل الاستوديو ده هيولع من كتر الحب والاشواق اللي بينكم، لكن انا متاكد ان انتوا هتعملوا حاجه حلوه قوي، دمها خفيف وفيها افاده كمان للناس، وهتبقوا اضافه لشاشه النهار. بدرية استاذي ممكن تقولي لنا نكته؟ اظن عمرك ما توقعتي ابدا. عمرك ما توقعتي ان ممكن اسالك السؤال ده. ممكن تقولي لنا نكته؟ لا مش عارفه صدقني. استني بس استني قبل ما تعرفي بتاع. احنا على الهوا عشان بس ما نتحمز. احنا على الهوا. لا انا مش عارفه اقول. طب معلش اسمح لنا يا استاذ مفيد والنبي، عشان دي لو انا بدري لو قالت نكته يعني هودعك. كلنا هنخش عزل بس مش طبي بقى. هتنورينا يا بدرية، وكلنا مبسوطين بانضمامك لينا، وان شاء الله تبقوا حاجة حلوة جدا على الشاشة. شكرا جزيلا.